انت صممت ليه كده حضرتك؟ وقفت وخدمتك. ايوه وعملت اللي قدامي وعملت كل حاجه ممكن اعملها، بس انت مش راضي بيا. ليه يا اخي؟ ياه الذل. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين يا رب، يعني عساكم منعوده، رمضان كريم، شهر الخير، شهر اليمن والبركه. انا بستنى الشهر ده كتير غير عن اي النسوان التانية. ليه بقى؟ عشان الرجالة بيغضوا البصر عني، يعني هم عمتهم طول السنة بيبقوا قرفني معاكسة، في الشهر ده بقى الحمد لله يا رب الحمد لله. اخي يعني ليه هم ما بيعيشوش الحالة دي طول السنة؟ ليه بيستنوا بس شهر رمضان عشان يغضوا البصر؟ انا قرفت على فكرة، عرفت وتعبت وفكر اسيب البلد جديا، اروح بقى اروح بلد احس ان انا على راحتي خالص، يعني لما